طيب محمد فهد اسماعيل رحمه الله كان من ابرز مناضليه في الخارج. وطني بشكل عظيم بشكل عميق. راجل مثقف بين المثقفين الكبار الصحراويين البارزين. راجل كانت عنده قدرات ومؤهلات كبيره قبله. غير ملي كانت عنده نظره بعيد للامور. انسان محب للسلم ومحب للشعوب ولكنه كذلك ما يرضى الذل ولا يرضى العبوديه ولا يرضى كيف نقول احنا الصحراويين الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد محمد فهد اسماعيل انا واحد من رفاقي اشتغلنا في الاعلام ويعني هو كاتب بامتياز ويعني وقلم. في الحقيقة كان مفكرا ومثقفا وكاتبا وكان سباقا للتناظر. لأنه كان شخصية نابغة، كان شخص متفوق في الثقافة وفي استعمال اللغة الدبلوماسية الحقيقية. نأتي اليوم في استاد اسماعيل لنقول لأرض الوطن الجريحة رفقا ففي قلبي أسى. أسى من سفر الحبيب محمد فاضل اسماعيل. سافر الرجل بلا موعد سفرا غير معهود وليس على عادته أنه سافر ألا عودة. لتمر على رحيله 12 سنة عاش قبلها 53 سنة وفي المجموع 66 عاما. ولد الفقيه في فاتح يناير 51 900 وألف. حصل على البكالوريا بمدينة طنطان مهد الثورة ليتابع دراسته في جامعة محمد الخامس في شعبة الاقتصاد بالعاصمة المغربية الرباط. الفقيه أب لستة أبناء بين الذكور والإناث. له عدة مؤلفات من أشهرها الجمهورية الصحراوية الصحراويون إلى آخره، وكان آخر مؤلفاته رسالة إلى أخي المغربي. كان دائما الموضوعية والشفافية قوة الإقناع في حواراته وكلماته، فوصفه المقربون بقطر الندى يؤثر في كل من سمعه أو قرأ له أو احتكر به. التحق الفقيه بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب سنة 72 900 وألف. تقلد خلالها عدة مناصب من بينها مدير ديوان الأمين العام للجبهة الأخ محمد عبد العزيز، مرورا إلى منصب وزير الإعلام سنة 89 900 وألف. ليؤكد العاملون في الميدان أن عهد الرجل كان له طابع خاص عرف بالازدهار. يرجع الفضل في ذلك طبعا إلى فكر الرجل الثاقب وطموح بناء الدولة المدنية. لتتم ترقيته إلى ممثل في أقوى العواصم سياسيا كأديس أبابا وباريس ولندن. لقب خلالها الرجل بالإداري الناجح بسبب البصمة التي رسمها في تلك المهام. لمن لا يعرف محمد فاضل إسماعيل يسأل ولاية سمارة عن الحدث هناك في ساد إسماعيل 2002 حيث سالت الدموع وتحشرجت الحناجر وكفت الألسن عن الكلام رغبة في لحظات وداع مؤثرة شهدتها حينها الولاية وكافة ربوع الوطن الجريح التي أحب الفقيد كما أحب الانتفاضة والشهداء والأرض. كيف نرثيك وأنت الذي ذهبت عنا ونحن في أمس الحاجة إليك؟ ففي كل صباح سيبكيك كل من عرفك عن قرب ويتمنى أن يعرف عنك الكثير. من لم يعرفك أكثر هنا يصنع التاريخ باسمك. ماذا تعرف عن شخصية أو المفكر محمد فاضل إسماعيل؟ الله يقول لي نعرف عنه. أنا شخصيا ما قد جالسته ما قد عاشرته من قرب، ولكن عرفته من خلال القنوات الإذاعية خاصة في
مقابلته مع الخصم المغربي لاحظت أنا ولاحظ العالم كامل أنه كان شخصية نابغة، كان شخص متفوق في الثقافة وفي استعمال اللغة الدبلوماسية الحقيقية، مع أنه هو عنده الحجج والحقائق اللي تتميز بهم تتفوق بهم على الخصم المغربي، ولكن أكثر من ذلك هو كانت عنده حنكة سياسية عظيمة، حيث بحيث المغربي اللي كان يخاصمه في الإذاعة وهذا على شاشة الجزيرة العربية جزيرة الدوحة مع قطر، كان متفوق عليه بشكل يعني ما هو عادي، ووضح حقائق الصحراء الغربية، ووضح حقيقة الغزو المغربي اللا شرعية للصحراء الغربية، وشكت الخصم المغربي اللي كان متقابل معاه اللي كان يدافع عن مغربية الصحراء المزعومة، وكان كلامه فارق ومتميز حقيقة. أنا أتحدى ذاته يا أخي وأتحدى النظام المخزني في المغرب أن يبعث برسالة من الأمين العام للأمم المتحدة. أنا أتحداك وأتحدى النظام المخزني في المغرب أن يبعث برسالة إلى الأمم المتحدة ويقول فيها أنه يريد الاستفتاء. أنت تقول أنكم مع الاستفتاء، نحن نتحداكم، هيا ابعثوا برسالة إلى الأمين العام ونذهب إلى الاستفتاء. يا أخي الاستفتاء نحن مع متثبتون به إلى يوم القيامة، نحن مع الاستفتاء ولن ينحل هذا المشكل إلا برأي الصحراويين مهما كان، والاستفتاء ممر إجباري لا بد به، حتى ولو توصلنا إلى حل موافق عليه من طرف النظام المخزني في المغرب وجبهة البوليساريو والصحراويون ممر إجباري. أقول لك وأقول للمشاهد العربي أن الطرف المغربي هو الذي يرفض الاستفتاء، رفض الاستفتاء لأنه يعرف نتيجة الاستفتاء، ونحن نتحدى الطرف المغربي هيا لنذهب للاستفتاء، نتحدى الطرف المغربي هيا لنذهب للاستفتاء. رفضتم الاستفتاء لأنكم تعرفون نتيجته وهو أن الصحراويين سيصوتون لصالح الاستقلال. وفي ذاك الزمن أصبح محمد فاضل إسماعيل شخصية في الجبهة متميزة، ظاهر ظهور القمر على الوجوه، وهون والله إنه لا يستحق منا التشجيع والذكر بالبطولات وبالنضال الحقيقي الروحي، ويستحق منا تخليده كشهيد ومناضل عظيم وكبير في معركة الصحراء الغربية معركة التحرير، وهذا يستحق من كل صحراوي، وأنا بعد والله نشهد له، ولا من خلال القنوات وخلال ما قرأت عنه من سيرة حياته أنه كان شخصية عظيمة، شخصية صحراوية مناضلة عظيمة، وهذا ما نشهد به لله تعالى وللوطن. طيب محمد فؤاد إسماعيل رحمه الله كان من أبرز مناضلين في الخارج وفي العمل الدبلوماسي أساسا، غطى عنه عدد من العمل اللي خلى اسمه خالف تاريخ الشام الصحراء. أنا أذكر كان وزير إعلام معي في حكومة معينة ساعة كنت وزير له وكان وزير إعلام وغطى عنه وعطى قافزة جديدة ومكانة جديدة لدور الإعلام وزارة الإعلام في الحكومة الصحراوية مع حد الوزير. أذكر كذلك لأنه كان أول حد يبدأ إعادة تصريحات يومية عقب اجتماع كل مجلس حكومة، كان محمد إسماعيل ورجع الفضل بأنه هو البداية وعدلها الكلام عن اللي تناقش الحكومة وكلام عن الواقع اللي تعافي الحكومة. ولا شك أن محمد إسماعيل رحمه الله خلى أثره ليس فقط في الإعلام، في الإعلام وفي التسيير في العمل الدبلوماسي، وإحنا على كل حال ما قد يكون ذكر اليوم رحمه عليه، ونرجع على دبلوماسييننا ومناضليننا وسلطاتنا يغتداوا مثل محمد فؤاد إسماعيل. لا شك أنه من أول حد اللي خلى قبال
شيء مكتوب مدون عن نضال الشعب الصحراوي وعن الدولة الصحراوية أساسا عبد الله محمد صالح اسماعيل. سيدي ردا على جوابكم، الصحراء الغربية والدولة الصحراوية وأي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ظهرت بالضبط سنة 1976 وبذات 27 قضاء، وظهرت كنتيجة لنضال قام به الشعب الصحراوي. هذا النضال كان منذ أن هم الاستعمار بصفة عامة بالاستحواذ على الصحراء الغربية، فالمقاومة الصحراوية يرجع تاريخها إلى السنين 1910 و1920 و1930 و1936 و1940 و1950 و57 و52، وهذه كلها سنين عرفت معارك ضارية بين المقاومة الصحراوية والاستعمار الفرنسي والإسباني آنذاك. في 1967 بادر الشعب الصحراوي بقيام الحركة الوطنية الصحراوية لتحرير الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني، وبادر بانكشاف المسلح خاصة منذ 1972، وأنتم تعلمون أنه نتيجة لهذا الكفاح المسلح إسبانيا أصبحت في وضعية صعبة، وفرض عليها أن تدعم لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وعليه حمد الله إسماعيل من جديد، الرحمة عليه، ولا بد أن نتمو نقتداو بتجربته وبأفكاره وبعمله وبمساهماته كاملة، سواء كان في ميدان الدبلوماسي وفي ميدان الإعلامي وفي ميدان العمل الحكومي. وعليه حمد الله إسماعيل كان من أبرز إطارات عند الجمهورية الصحراوية العربية التونسية، رحمه الله، من العوائل الصحراوية والنضال. وضع انه كان قبال الناس طاب حاله حساب كبير في 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 نضال صار الدين مثلا ما ننسى الناس كان ما تنسى مقابلته في الجزيره اللي كانت قبال فاتحه في الاعلام العربي لتوضيح المغرب الصحراوي والجرأة الدبلوماسيين الصحراويين هيك الجرأة والغدره والمعرفه اللي عبر عنها محمد خالد في المقابله في الجزيره غض عنها المغاربه بزاف بقدر عليهم هذا. وعليه نرجع للرحمة الغفران وقطع عنه من رجالنا اللي نفتخر بهم، ونطلب على أن الجهة الصاعدة كاملة تمشي على مثل وخطوات محمد إسماعيل. الفقيد والشهيد محمد فاضل إسماعيل السويح انتصر لفكرة المشروع الوطني وهو لا زال تلميذا وطالبا، بحيث انخرط مبكرا في تلك الديناميكية الأولى للإعداد الأدبي والمادي للثورة، وشارك في مظاهرات 72 بطنطان، واعتقل إلى جانب الشهيد الولي مصطفى السيد ورفاقه آنذاك، والتحق بالثورة في 1975، واشتغل من خلال قطاعي الإعلام والسلك الدبلوماسي، وفي الحقيقة كان مفكرا ومثقفا وكاتبا، وكان سباقا للتناظر مع المعتقدين بالطرح المغربي في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وكان له تصور وهو مد جسور الحوار مع الطبقة السياسية المغربية من خلال رسالته الشهيرة إلى أخي المغربي، وفي الحقيقة فقدانه خسارة للشعب الصحراوي باعتباره منارة من منارات هذا الشعب، وعزاؤنا فيما تركه من أفكار ومنتوج أدبي وغيره. وبالتالي لا يمكن أن نتذكر الشهداء
خضاب هذه القضية وهذا الشعب دون أن نستحضر هذا الهرم من أهرامات الثورة. والفقيد ساهم وأمد هذه الثورة بأفكاره وبإمكانياته، وفي الحقيقة كان كما قلت له إسهامات وإنتاجات، وليس يعني فقط ولكن إلى جانب كذلك أفراد من أسرته، وكما قلت على أنه لم يدخر أي جهد ولا إمكان لخدمة هذه القضية إلى أن افتقدنا. فقط أن الوضع أذكر فقط أن الوضع، وأريد أن أقول لأخي الذي يتحدث من الرباط، أقول أن الوضع الذي وصلت إليه قضية الصحراء الغربية ونحن في المفاوضات مع الأمم المتحدة لحل هذا المشكل أصبحت لا يعني في مستوى لم يعد يسمح بالعودة إلى هذه التفاهات. والموضوع ليس فاضل إسماعيل وهل درس في المغرب أو لم يدرس، والموضوع ليس الجزائر. الموضوع يا أخي أن الصحراء الغربية لم تكن يوما واحدا ولا دقيقة واحدة بل ولا ثانية واحدة جزءا من المغرب، وعندنا من الشواهد ومن الدلائل ما أستطيع أن أعطيك أياما وشهور. سيدي هذا سلطان المغرب، إذا كنت تستمع وتحترم سلطان المغرب، هذا محمد ابن عبد الله سنة 1967 1967 يقول لملك إسبانيا يوم 28 ماي 1967 جلالة الملك: أنا سيادتي لا تتعدى وادي ضرعة. أيها المشاهدون، وادي ضرعة تقع شمال الحدود الموروثة عن الاستعمار للصحراء الغربية. هذا المؤرخ المغربي السلاوي في كتابه كتاب الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى يقول أن حدود المغرب الأقصى وهو المغرب حاليا هي في حدود الأطلس، والأطلس شمال وادي ضرعة. هذا ابن خلدون ينقل عنه أنه يقول أن حدود الجنوبية للمغرب هي في درن يعني وادي ضرعة. هذا ممثل فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 15 يقول أن سيادة الدولة المغربية لا ولن تتعدى أبدا وادي ضرعة. هذا سلسلة بين يدي من المؤرخين والمستكشفين والرحالة والذين زاروا الصحراء الغربية ويشهدون بأن الصحراء الغربية كانت دائما دولة وبلاد مستقلة. يشتغل ويعمل من موقعه كممثل لجبهة البوليساريو، نستحضره الآن في إطار تأصيل الذاكرة وفي إطار استحضار مساهماته ومواصفاته، وللتأكيد على أن الثورة تكرس البعد الأخلاقي وعلى أنها لن تنسى مهما بلغ النسيان. بنا كصحراويين لا يمكن أن ننسى شهداءنا والناس الذين قدموا تضحيات، وكما قلت على أن باستحضار ذكراه نستحضر كذلك عطاءاته، وفي نفس الوقت نحاول أن يعني تكون مناسبة لتجديد العهد والمزيد من التصميم والعطاء من أجل تحقيق طموحاتنا الوطنية وفي مقدمتها الاستقلال وبناء الدولة الصحراوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد محمد خالد إسماعيل، أنا واحد من رفاقي اشتغلنا في الإعلام، ويعني هو كاتب بامتياز ويعني وقلم في الحقيقة. نذكر على أنه ذيك الساعة ربما كانت الكتابات
اللي تنكتب تصدر لله باسم الجبهة وبدون على أنها توقع من طرف كاتبينها، والتاريخ هو كتب ذيك الساعة الثمانينات، يعني كتاب جيش تحرير الشعب الصحراوي 10 سنوات من الكفاح، هذا قلم الشيخ محمد الفاضل، ثم كتب عقب ذاك مدير من قاس الخارج واشتغل في العمل الدبلوماسي، كتب إلى أخيه المغربي رسالة حقيقة مفتوحة إلى المغاربة، إلى كل المغاربة. وبالتالي يعني هو الحقيقة رجل إعلام، رجل اتصال، رجل تواصل، رجل نقاش وحوار، ورجل كذلك عمل دبلوماسي، ويعني هو قدوة للشباب يعني في تقديري، واحد من القادة والإطارات المناضلين اللي يعني يندرسوا تاريخهم الحافل بالنضالات والعطاء والسرساخ، يعني كل شيء من أجل القضية الوطنية ومن أجل مساحة شعب الصحراوي وحق شعب الصحراوي في دولة مستقلة. ويعني في الواقع يعني أيضا كان له الفضل في تأسيس وكالة الأنباء الصحراوية، لأنه هو جاء يعني عجبني أنا في وزارة الإعلام، وبالتالي يعني أيضا أشهد له بهذا يعني هذه المناسبة في المساهمة في إطار رؤية بناء يعني الإعلام الوطني المتنوع، ويعني الذي يمكن أن يشمل يعني عديد المجالات والساحات. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير واحترام إلى كل المناضلين والغيورين على وطنهم، واللي سخاو برفاهيتهم وسخاو بدمائهم وسخاو بأرواحهم من أجل أرضهم وشعبهم، واللي طبعا عن منهم محمد فاضل والإسماعيل اللي كان من قادة في ثورة جبهة الشعبية لتحرير الصغير الحمراء وادي الذهب، واللي مع الأسف ما حصل للشرف عننا لقاه مباشرة، ولكن كان أول لقاء لي شفته مباشرة هو في الجزيرة، واللي كان تعلقت به قلوب الصحراويين كاملين، لأنه أعطى نموذج عن المثقف الصحراوي، عن المناضل الصحراوي، عن الإنسان الصحراوي الرزين المتزن اللي يتقبل الحوار واللي قارع بالحجة، واللي كان قطعا عنه انتصر على المحاور اللي كان معاه بمقارعة الحجة، واللي انشهر بعدة كلمات تدعي للسلم والمسالمة، وهي على أن نسوله الصحافي اللي كان يدير لي في الجلسة، قال له كانكم يتعودوا المغاربة إلى صب الله عنكم بطوا صغلاتكم، قالوا نعوضوهم ونزيدوهم أكثر من ذاك، لأنهم هم الأخوت المغاربة وإحنا ما بينش مع الشعب المغربي. وهذا ينم على أن إنسان محب للسلم ومحب للشعوب، ولكنه كذلك ما يرضى الذل ولا يرضى العبودية ولا يرضى كيف نقول احنا الصحراويين الحقرة والطفلة، ولذلك نعتبره احنا خسارة من ناحية ان خسرنا انسان، ولكن كذلك نعتبره نموذج ان النضال ورمز في كفاح قضيتنا، وقطعا عن الموت على كل رغبة. مولانا قال بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وكل ما عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واللي مات خلى تاريخه كأنه ما مات، وتحية تقدير واحترام كذا لها كذلك الكل المدافعين والقيورين على وطنهم مثل جميع شهداء القضية، والتحية والتقدير والسلام عليكم. الأخ محمد فاضل إسماعيل رحمة الله عليه، أنا هو أخوي من الرضاعة، وعرفته مزلنا سابق نلحق بالجبهة وسابق نشد الجبهة،
وعرفته في الجبهة تابعت معاه ومارست معاه وناقشت معاه، راجل وطني بشكل عظيم بشكل عميق، راجل مثقف من الثقف بين المثقفين الكبار الصحراويين البارزين، راجل كانت عنده قدرات ومؤهلات كبيرة قبله، غير ملي كانت عنده نظرة بعيد للأمور وكان يخمم ويفكر عنه. الوقت اللي خوض فيه المعركة، معركة التحرير بالطريقة اللي قد يخوضها بها، لكن في نفس الوقت ملي ينظر الأمور عنها لازم عنها الدولة الصحراوية تكون إطارات، تكون إطارات مستقبل، تكون من الشباب من خلال اللي قد ينجبر من فرص مع هاي المنظمات الدولية، مع هذا المجتمع، مع هذا العالم، إلينا الصحراويين قادين يحضروا الصراع على مستوى الدولي والعالمي. كان يطمح قباله فعنه تعود عنده علاقات متينة مع هذه المنظمات الدولية، نجل عنه يدخل قباله ويقدر يلحق القضية الصحراوية إلى أبعد الحدود من خلال اتصالاته وعلاقاته بهذه المنظمات الدينية. وكان ينظر للدولة الصحراوية ما هو بالنظر البسيطة لليوم واليوم، بل كان ينظر لها النظرة الاستراتيجية بعيد عنها، ما هي اللي قايمة ريد الدولة الصحراوية هي المجال تعود، وبالتالي لازم عنها تحضر لها خلال حرب التحرير بشكل عميق، ولا بشكل السطحي ولا بشكل لا الشكلي المحض، وإنما من خلال تكوين لطرف صحراوي شاب في مختلف المجالات، وبالتالي هذا هو الضمان الحقيقي للدولة الصحراوية في المستقبل، واللي تبني هذيك الأجيال اللي ما إذا الجيل اللي قايم فيها بالأجيال هذه. هذا كان في قناعته وكان هو فكره وكان هو توجهه، وعلى كل حال شاء القدر على ذلك ما يعطيهم ولاده من العمر اللي وصل عليه رحمه الله، ولا قطعنا من أجيال مواصلة على نفس النهج ونفس الطريقة اللي هو كان يخمن.